السلام عليكم، أهلا بكم. أوضاع اقتصادية صعبة تعصف بالمواطن، تجفيف لمواردِه وتخلي لمؤسسات الدولة عن ذوي الدخل المحدود، ولا حلول حتى الآن على المدى القريب. في ظل هذا تظهر فئة لا تعرف إلا مصلحتها الشخصية ولا تنتهج أسلوبا سوى الاستغلال، لتكتمل صورة المعاناة عن سوء إدارة الاعتمادات المستندية وعدم استفادة الوطن والمواطن منها. نستقبل اتصالاتكم في برنامج صوت الناس، لكن بعد هذا التقرير. المواد الغذائية والسلع الأساسية، بل حتى اللحوم بأنواعها، كلها أصناف اعتاد المواطن الليبي على تدخل الدولة لموازنة أسعارها. ذات المواطن يترك اليوم بين جشع التجار ومن يستغلون الأزمات لمصالحهم الشخصية، وبين العجز شبه التام لمؤسسات الدولة وعلى رأسها المصرف المركزي. كما يرى متابعون للشأن الاقتصادي، الاعتمادات المستندية هي حلقة الوصل الأهم بين كل ما ذكر: المصرف المركزي والتاجر والمواطن. الفساد الذي استشرى في تلك الاعتمادات كما يرى مراقبون هو من الأسباب الرئيسية في الغلاء الذي طال حتى الحاجات الأساسية للمواطن وعلى رأسها الغذاء والدواء، ناهيك عن عجزه في الوصول إلى معاشه الأساسي بسبب أزمة السيولة، مما جفف موارد الدخل لديه. وضع اقتصادي متأزم وانعدام للحلول فتح الباب على مصراعيه أمام المصارف الخاصة لاستغلال حاجة المواطن لتضع البدائل التي لا تخدم إلا مصلحة المصارف ذاتها. تحمل كافة الشرائح المصرف المركزي مسؤولية ما آلت إليه الأمور المالية للبلاد، وتتجه أصابع الاتهام إلى إدارة الاعتمادات المستندية بصفتها المسؤول الأول عن صرف الاعتمادات، وتضع التساؤلات عن قيمة الاعتمادات التي صرفت وما حجم الاستفادة منها وتخفيفها من معاناة المواطن. من جهة أخرى، أصدر المركزي بيانا بشأن الإيراد والإنفاق، يوضح البيان الصادر في 2 أكتوبر قيمة العجز من شهر يناير 2017 إلى سبتمبر من ذات العام، والذي بلغ 6.5 مليون دينار. ويعزو المركزي العجز لعدة أسباب، منها انخفاض صادرات النفط وعدم قدرة المؤسسة الوطنية في الوصول إلى معدلات التصدير المتوقعة بسبب انعدام الأمن، كذلك الإنفاق بالتجاوز كما وصفه المصرف المركزي والخارج عن الترتيبات المالية المعتمدة الذي يمارسه مصرف البيضاء، كان سبباً أيضاً في الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وبين عجز المركزي واستغلال تجار الأزمات، يبقى المواطن ينتظر أي مبادرة حقيقية ترفع قيمة الدينار وتخفض في المقابل الأسعار. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة التي نتحدث فيها حول الاعتمادات المصرفية، من المستفيد منها؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي ضيفي الأستاذ مفتاح بن حليم، مهتم بالشأن الاقتصادي. أستاذ مفتاح، أهلا وسهلا بك. بداية، ما هي آلية صرف الاعتمادات المستندية من المصرف المركزي؟ تفضل. أهلا وسهلا بك سيد عبد الرحمن ومسلم في المستعمل. أهلا وسهلا المشاهدين المشاهدين في استيداع الصلاة المسيحية والمسموعة. نعم تفضل. بالنسبة للاعتمادات المستندية والإجراءات المتقدة لفتح الاعتمادات وطريقة الرقابة عليها وتسهيلها وتوريد السلع بها، أعتقد أن المشكلة إدارية ومالية في الرقابة لدى المصرف المركزي للجهات الأخرى مثل الجمارك والضرائب وقسم الاعتمادات المستندية في المصرف المركزي. بالنسبه للاعتمادات هي مساله عاديه، يعني تفتح ماده وسيله حتى توفر سلعه تريدها للسوق، لكن ما اهميه الاعتماد؟ كيف يتم الاعتماد؟ كيف تتم مراقبه الاعتماد؟ اعتقد ان هذه هي الحلقه المفرغه والضائعه من الاجراءات الماليه اللي يعملها. فلو اردنا يعني نفتح اعتماد في احد الفروع التجاريه في مصرف معين، تقدم الاوراق و وفق المطلوب منك في الفرع،
ثم تنتقل الى المركزي، المركزي يقوم بفتح الائتمان. معروف الجهه الماليه ان الاداره المصرفيه في ليبيا سيئه وسيئه جدا، يعزوها العلم ويعزوها المصداقيه وتعزوها حق الشفافيه يعني في التعامل ما بين المواطن وبين الجهات في الدوله. كيف ينتج هذا؟ ينتج ان يتم فتح الائتمان باجراءات غير سليمه وغير مراقبه. الاجراءات غير سليمه وغير مراقبه من قبل الدوله من قبل الجهات في الدوله ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه التلاعب، يصبح صاحب الاعتماد اللي فتح الاعتماد وقام بايداع العمله المحليه على اساس انه ياخذ العمله الصعبه ويورد بها سلع ضروريه للمجتمع الليبي، يصبح حر يعني امام اكثر من خيار يتلاعب بالعمله هذه، ويقدر يجيب عمله ما يقدرش يجيبها، يقدر يجيب سلعه ما يقدرش يجيب سلعه. فاصبحت الرقابه هي العائق الوحيد امام انك انت تفرض اليه معينه على شخص او شركه تورد بضاعه للمجتمع الليبي. قصه الحاويات الفارغه، الحاويات المليئه بالرمله، الحاويات اللي اعتقد يلقوا فيها ميه مستورده في المياه على اساس انها مواد غذائيه اخرى صالحه. هي هذه المشكله يعني لو نجوا للدوره اللي موجوده في مصرف ليبيا المركزي نجد انها دوره غير دقيقه، او انهم هم ما يبوش يطبقوا دوره مستنديه من شان انها تراقب صاحب الاعتماد وين جاء الاعتماد، كيف انفتح الاعتماد، من هي الشركه اللي يجيب منها في البضاعه. نعم. هذه كلها مفقوده يعني. استاذ مفتاح، يعني لو سالنا عن ما يصرف الان يعني من الاعتمادات، يعني ما نسبه الاستفاده منه على ارض الواقع؟ ام ان غالب هذا الاعتماد لا يكون له اي فائده تجاه هذا المواطن؟ هو الاعتماد في مجتمعنا الليبي اصبحت فيه فائده، والعمله الصعبه اصبحت مطلوبه جدا لسبب واحد، ضعف الجهاز الانتاجي داخل الدوله. لو ان الجهاز الانتاجي داخل الدوله قوي جدا ينتج في سلع كثيره جدا وفيه مصانع تشتغل وتنتج في سلع، فيصبح اصحاب هذه المصانع هم اللي يطلبوا في العمله حتى ينتجوا السلع. لكن الاعتمادات مضاربه كلها، يعني تاخذ اعتماد وتجيب عمله تبيع العمله في السوق الليبي. الطريقه اللي تم بها اصدار العمله وتصدير العمله للسوق وهي انكشاف يعني صبحت صح الوضع في السوق الليبي، في زياده من معروض العمله الليبيه، اصبح هناك تضخم واختفاء للسلع واختفاء للاموال. شو اللي بيحدث في الحاله هذه؟ بيحدث ان التناحر بيصبح كبير جدا على الدولار حتى يتم صرفه. استاذ نعم، اعتقد ان الجهات المعنيه ما بين المصارف التجاريه والمصرف المركزي معنيه، يجب ان تحاسب في الامر هذا. استاذ مفتاح، يعني دعني الان من المصطلحات التي يعني نتحدث فيها باللغة الاقتصادية، للمواطن العادي كيف يفهم هذه الظاهرة؟ كيف يفهم معنى المستندات المصرفية؟ كيف يفهم ما علاقة هذه المستندات بعدم وصول المواد الغذائية أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية عنده؟ يجب يعني نحاول الآن معك أن نبسط هذا المفهوم للمواطن كي يفهم مدى خطورة الموقف ومدى حساسية هذا الموضوع. هو المواطن هو المستهلك الأخير، يعني لما انت تجيب مواد غذائيه او تجيب مواد تنظيف او تجيب اي ماده اخرى، المستهلك يعرفها في السوق، جاي يشتريها يدفع ثمنها بالليبي، وانت كتاجر بقاله او جمله تمشي للتجار اللي اكبر منك وهم يفتحوا الاعتمادات. انت من ناحيه الاستفاده العمليه اصبحت غير مستفيد عمليا، لان يعني صاحب الاعتماد شنو يدير؟ يفتح اعتماد يبيع في عمله في السوق، يعني تتضاعف الارباح بتاعها اضعاف مضاعفه، هو بالتالي يقدر يشتري السلعه في السوق حتى لو ب 10 اضعافها، باعتبار انه محصل اعتماد كبير جدا باع السوق السوداء بالعمله الصعبه. نعم. لكن المواطن العادي لا يستفيد من فتح الاعتماد، لا يستفيد، لان عمليه فتح الاعتمادات تعتبر نحن في المجتمع الليبي متاخر جدا على العالم الاخر، الرقابه الماليه لاقصاح المالي والمحاسب متاخرين بشكل كبير جدا. نعم. يعني هنا يحدث التلاعب، لكن في دوله اخرى يعني حتى جارتنا تونس، تونس واجهت الازمه نتاعها ما بين سنة 2011 إلى عند سنة 2016 ب 7 مليار دولار. نعم. ليبيا الآن تقترب من 150 أو 160 مليون دولار ضاعا في سنة 2013. المصرف المركزي الآن الذين يتحججون ب انهيار مبيعات النفط وعدم توفر الأمن في الحقول والمواني،
صرفوا تقريبا 13 مليار دولار اعتمادات. من المعروف الاعتمادات كيف يتم صرف الاعتمادات، تتم عن طريق بنود الميزانية. يعني عندنا بنود الميزانية، الموازنة الاستيرادية، بتستورد طماطم، بتستورد زيت، بتستورد أي سلعة أخرى، بتستورد مواد كهربية، بتستورد. فتدير أنت في موازنتك التقديرية قداش تبي في السنة من هالسلع هذه، وتفتح اعتماداتك تدريجيا لاستيراد هذه، لاستيراد هذه السلع. تقوي جهاز الرقابة لديك حتى تصل السلعة للمجتمع. لكن في ليبيا ما فيش، يعني 13 مليار دولار اعتمادات في المجتمع الليبي. هذا تعرف حتى في يعني المجتمعات الغنية، يعني هذه يزال بها رئيس دولة وليس وزير، يعني ينحبس فيها رئيس دولة ويتم فتح التحقيق معها ووزارات تغير. أستاذ نعم. مفتاح، يعني سؤالي الأخير، هل المصارف الخاصة الآن مستفيدة من هذا الوضع الاقتصادي الصعب أم أنها خاسرة أيضا وأنها غير قادرة على إنجاد المواطن وإفادة الوطن؟ لا، هو إحنا عندنا مشكلة في المصارف سواء كانت عامة ولا مصارف خاصة. المصارف الخاص علش بيقوم؟ بيقوم على فتح العمولات. يعني معروفات وظائف المصارف المتعددة معروفة جدا. كل ما كان في مشكلة في النظام الاقتصادي خلل معين، حتى المصارف بتنقص ضرائبها وتنقص أرباحها. ولهذا المصارف بالتحديد في ليبيا كانت مصارف ربوية، يعني قائمة على الفوائد. لما نحوا الفوائد فأصبحت ترفع في العمولات بشكل كبير جدا، حتى وصل للشيك بعض من الأوقات السك المفضخ، يعني يصبح في 25 دينار و15 دينار و20 دينار، وهذا أمر كبير جدا. بالتأكيد حتى هي تنضر، لكن المصارف الخاصة في النهاية عندها ترخيص وتشتغل مصرف الدولة أو مصرف ليبيا المركزي، يسمى مصرف المصارف، هو المعني بمنح الترخيص ومنح مزاولة النشاط ومعني حتى بإنقاذها في حالة الانهيار. بالتأكيد يتضرر قليلا، لكن ليس تتضرر المواطن أو المستهلك الأخير. الآن المستهلك الأخير في ليبيا نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي وعدم الرقابة وعدم الإفصاح والتلاعب ووجود مسؤولين غير واعيين، وجود مسؤولين غير متعلمين. في سنة 2003 أو 2004 الفريق الذي جاء من خارج ليبيا من الأمم المتحدة عندما قدم تقريرا للجهات ذات الاختصاص في تلك الفترة، قال لهم أن المشكلة في ليبيا مشكلة بسيطة جدا، 6 مليون موارد كبيرة جدا، 1,700,000 يقطنوا فيها. المشكلة سوء استخدام وتنظيم أو توظيف الموارد الاقتصادية في ليبيا سواء كانوا أفراد أو موارد. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مفتاح بن حليم، مهتم بشأن الاقتصادي. شكرا جزيلا لك. نبدأ معكم أعزائي المشاهدين لنستقبل آراءكم حول هذا الموضوع الذي نطرحه تحت عنوان الاعتمادات المصرفية، من المستفيد؟ وبرأيك هل المواطن يستفيد أو مستفيد من هذه الاعتمادات التي نسمع أنها صرفت هنا وهناك، أم أنه غير مستفيد على الإطلاق؟ نبدأ من طرابلس. السيدة آمال، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخي عبد الرحمن وحيا الله المشاهدين. لك تحية، تفضل أختي. طبعا احترامي للأستاذ والشرح المفصل اللي قاله كله، لكن النتيجة واحدة. يعني الموضوع هذا كله إن ما فيش حلول قديمة ولا فيه معنى إشارة بالإصبع بالضبط إلى موضع الداء بحيث إنه يتم علاجه. دائما الاقتصاديين يأخذون في دوامة يعني معهم مطولة على الأسامي، يعني قد نفهمها وما نفهمهاش، ويعني ومشاكل تقول عالمية وما والنتائج ما فيش، يعني حلول ان نديروا كذا كذا ما لناش. مشكلتنا تتخص في حاجتين ثلاثة. أول حاجة هي الفساد الكبير في القطاع المصرفي وفي اللي شادين الدولة عموما. هذا الفساد الكبير طبعا نتيجة ان لازم حتهبل الأموال. لأن لما يوضع الرجل غير المناسب أو الرجل المناسب في المكان المناسب. أستاذ أمال، هناك مؤسستان، بعد إذنك على المقاطعة، هناك مؤسستان في الدولة وهي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة. هل لا تعتقدين أن هذان الجسمان قادران على حل بعض هذه المشاكل التي وصفتها بالفساد الإداري والمالي داخل هذه المؤسسات؟
بامكانهم وضع الشار او الاصبع عليها على المشاكل الفساد وين، لكن الوضع زي ما تقول الامني وسيطره اصحاب المال الفاسد وتغلغلهم وتبادل المصالح ايضا الله اعلم يعني مدى امانتهم ومدى سلامتهم حتى هيئه الرقابه وغيرها ومدى يعني الضغط عليهم كيف شكله. وطبعا الجهه المناسبه في البلاد اصلا. انا بنقول حاجه واحده، مثلا احنا قداش سنه كانوا ينفخونا في دماغاتنا من وقت القداسي زمان ان الدعم واخذ دعم طبعا الجمعيات والحاجات اللي جايه من برا، الدعم واخذ ربع الميزانيه او نص الميزانيه، وان الجمعيات هذه هالك الدنيا، وان الدعم الان لينا قول 7 سنين من غير دعم من غير جمعيات اصلا. وين فلوس الدعم؟ فلوس الدعم اساسا وينهم؟ اساسا لما جاء المؤتمر وقالوا انه ممكن يستبدلوا النقدي بالسلعي بالنقدي وما الى ذلك وحيوصلك في يد المواطن، لا وصلت في يد المواطن ولا غيره، وحاليا يجروا في جره البنزين، يعني القناه الرسميه كل يوم تحط اعلان على البنزين وعرخه سعرها، وحتى البنزين حتى بينحوا لها الدعم، فيعني وين تمشي هذه؟ فوق السرقات اللي يديروا فيها والفساد هو بيرجعوا حتى على لقمه العيش يعني من فم المواطن بنحوها. حاجه واحده اللي بنقولها يا اخوي عبد الرحمن، نعم، ان جربنا خلال الحكومات اللي فاتت كلها، من زيدان، من اللي بعده، من اللي قبل جبريل، من اللي بعده، يعني بالكل، وجربنا المؤتمر الوطني وجربنا قبل القدافي، طبعا عنده في المنطقه الشرقيه حفتر واثنين، ما فيهمش واحد عاون المواطن بقرش ولا حرص علينا يجيب يزيد المواطن قرش، حتى تو في ازمه المعلمين يعني هددوا فيهم تهديد يشوف الاعلام ويقولوا الان مش وقته والان الجيش يموت وما نعرف شنو في الجهه الشرقيه وهذه مش وقت الكلام على زياده المرتب وما نعرفش كيف وكلام زي هني. كل الجهات هذه كانت تعمل على استغلال المواطن وان يقعد ضمن معناها المرتب او القانون 4 او غيره، انه ما يطلعش منه مره واحده او 15 المرتبات. نعم. فقط المؤتمر الوطني هو الوحيد يعني يمثل فبراير بالفعل مش الثانيين اللي دار علاوة ابناء ودار منحه طلبه ودار اعطاهم يعني عطايا في العيد وفي غيرها يعني مساعده للناس. الوحيدين اللي حسوا بهم الناس وكان شكراً. فعلا نعم. اللي يساعدوا الناس. شكرا جزيلا. يعني معلش نوصل هي كل اللي يدعموا في الكرامه واللي يدعموا في الازلام ويدعموا في غيرهم، انتم جربتوا الكل اكثر من الكلام ما يدعوكمش الا الكلام، لكن وقت الفعل والفلوس كلهم وفاسدين ومفسدين مش حتحصلوا منهم شيء. نعم. تستنوا فيه القاطع اللي شانه في صبراته، معلش لو سمحت لي استاذ عبد الرحمن، القاطع في صبراته في صرمان وفرحانين، يعني بيجوا يوزعوا عليكم الفلوس مثلا، يقتلوا صغاركم ويخلوهم جرحى في المستشفيات، وبعدين الجهه الغربيه بمنتهى الغباء، انتم تموتوا في الشانه ويجوا يحكمكم، خير ما يحكمكمش واحد منكم يا سيدي بلا صحيح بلا فبراير الكرامه. نعم. علاش مش حد من صبراته يحكم الجهه هذه؟ علاش يجيب حتى المغادي يحكم؟ شكرا. شكرا جزيلا لك يا أمال من طرابلس على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك عبد الفتاح من طرابلس. السلام عليكم عبد الفتاح. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك عبد الفتاح، نأسف على التأخير. نتحدث حول يعني الاعتمادات المصرفية، تفضل. بارك الله فيك على هذا البرنامج الطيب، على هذه الخطوة في وقتها يعني والله. طبعا بالنسبة للأمور هذه، هؤلاء هم تجار الحروب أو تجار الأزمات موجودين في كل وقت وحين يعني. نعم. الحقيقة أنت لا غير قادر أنك أنت يعني تسأل عن حسابك في المصرف، وهم يعني يتعاملون من البواب إلى المدير مع هؤلاء، لأنهم كلهم يأكلون من مكان واحد. وهذا يعني الفساد يعني يتبناه الغرب، الغرب يتقدم ونحن يعني نذهب بأنفسنا، فساد اداري، فساد مالي، فساد كذا، فساد كذا. والمصارف معروف عنها، يعرف الليبيون ان يعني من يشتغل في المصرف قبل ان يستقيل او قبل ان يتقاعد ياتي بيبي، هي ذريتهم بعضهم بعض استاذ عبد الرحمن. نعم. وهذا فساد ممنهج ومبرمج من المدير، من البواب الى المدير، كلهم ياكلون، كلهم يرتشون. شكرا جزيلا لك عبد الفتاح من طرابلس على هذه المداخله، ويعني التعميم لا نقول به، وإنما نقول ما نراه، ولكن لا نعمم على الجميع. عبد العزيز من غريان، سلام. حاول أن تسمعني من الهاتف لطفا وتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك. الموضوع بتاعكم. نتحدث اليوم عن يعني الاعتمادات المصرفية، من المستفيد منها؟ المستفيدين منها كامل الناس الحداق واللي موجودين في المجتمع، بس اكثر منهم ما فيش. المواطن والله مسكين ما عنده اي حاجه. نعم
ما هي وصايتك انت عبد العزيز كمواطن، ما هي وصايتك للمجتمع وللجهات المسؤوله حول يعني افلات يدها حول الاعتمادات واعطاء المعتمدات او الاعتمادات لمن يستحق ومن لا يستحق؟ يا اخي عبد الرحمن، الاعتمادات اللي تنزل في الدوله والله كان بالرشوه والمحسوبيه واي شيء. انت يا استاذ عبد الرحمن تبي غضوه، تبي اعتماد، نجيب لك اعتماد، ها تدفع رشوه نجيب لك، ما فيش مشكله. احنا يوميا تطرح علينا بهالكلام هذا يوميا، لا حول ولا قوه. يعني ادفع، كل ما تدفع اكثر تاخذ اعتمادك، هذا الموجود في مصر في المطارات بتاعنا احنا. نعم. هذا وهذا هذا الواقع بتاعنا، لا في رقابه ولا في اي شيء من ادوات المجتمع نهائيا. نعم. شكرا. وشنو هذا الوضع بتاعنا الله غالب. للاسف. ولو بعدين احنا هم اصلا، عفوا يا استاذ. نعم تفضل. قلت لك هو المسؤولين ياخذ في 15000 جنيه، مين شنو يعرف هو من في مواطن انه ياخذ في 400 دينار؟ هل عنده علم انه في ناس تاخذ في 400 جنيه؟ مش حيمكن ان هم عندهم علم بهالكلام هذا، لان هو ياخذ مترفح ياخذ في كيلو الحمي وصل 35 جنيه، ما عادش عنده امكانيه كيف نوصل بها. نعم فعلا. شكرا جزيلا لك عبد العزيز من غريان، هذه رسالة مهمة. عبد الحكيم من طرابلس، أهلا وسهلا بك عبد الحكيم. يعني كما تشاهد الآن الاعتمادات المصرفية تعطى لمن يستحق ومن لا يستحق، وبالتحديد بين مجموعة معينة، حتى من يستحق ومن لا يستحق من هذه هي مجموعة ودائرة ضيقة وليست للجميع. ما هي وصايتك وما هو توجيهك للمجتمع؟ تفضل. السلام عليكم اخوي عبد الرحمن، حييك. وعليكم السلام. قناه التناصح الفضائيه وكل الناس الطيبه والناس النيره ان شاء الله. لكن اخوي عبد الرحمن سبحان الله، قبل كنت موضوع بتاعك انت تحاول تقريب الاخت ولا انت فاهم منهم على اساس الرقابه. لازم يا عبد الرحمن سبحان الله الرقابه، الانسان اذا كان من خاف من الله هو فوق منا يراقب فيه، تبي بني ادم زي ما هو بيخاف منا وهو نسيت الله كالانسان في نفسه. هذه مسارات، هذه طبع على قلوبهم غشاوة، هذه يحبون المال حبا جما ويحبون العاجل يدركون الآخرة. وين يبقى من الدنيا، والدنيا زائلة والدنيا هواك. هو سبحان الله من ربك من حتى المال حتى المنصب هو نقمة سبحان الله. فنسأل الله العفو والعافية يا أخي عبد الرحمن. أمين. انت هناك بطاقة بتاع التصوير، انت ما كنتش المكرونة ولا الزيت ولا كذا، سبحان الله كيف يخدموا فيها، معناها في فلوس في المصرف يا عبد الرحمن. نعم. كيف انت علاش تزيد فيها في الضعف مضاعفة عن الوقت والنسبة والمشكلة الضامة يا عبد الرحمن؟ ما فيش سيولة، هم أصلاً هم مبينين لك حساك وحس التامين جوا عن كل جيل شراك، والله بإذن الله ما زايعينها. هم قالوا سبحان الله السرير الثولة واللي سوى وسوى القباطات ابراهيم هي صار من اجل الظلم احنا، يبغوا يعملوا خير على الليبيين كلها سواسية. أنا يا اخي عبد الرحمن يقعدوا في 20000 و25000 وخلي المزايا وخلي كذا ورابع ثاني ثالث مبينينها يا اخي عبد الرحمن، ممكن زميل زايد يموت. لكن الناس الطيبة قصدي لازم تنسوق في وجبة جادة، يوصل مع بعضهم على الاعلام لازم يتوضح لهم. هو عبد الرحمن سوى تعليم وقالك بيوقف من اجل الفلوس هم مساكين الله يبارك، اما بيدوا ابوكم واستلام المدارس، كان المدرسه بديت يديروا استلام في وقت القرايه، وكان مساكين بيديروا وقفه احتجاجيه ما عندهمش الا الوقت بتاعهم هذا، هذا حكمكم ظلمات يوم القيامه ظلمات منار هذا من المجرمين. نعم شكرا جزيلا لك. نعم. بالله عليك عبد الرحمن. نعم. الناس يطلعوهم يطلعوهم وزيدوا يمروهم راهو التوعيه. تبارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك يعني حكيم. نستقبل شريف من الخمس. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك تفضل. اهلا وسهلا بك تفضل. اهلا وسهلا بك. هذا خاصيني شوي وقت الموضوع هذا معلش. تفضل. ما تسكروش علينا استاذ عبد الرحمن. تفضل يا عزيزي. ازمه السيوله، ازمه الاقتصاد البلد، ازمه المصارف كلها هذه مفعله بدليل. انا نجيب لك نقصر لك الكلام. السراج وين جاي على اساس رد الجمعيات؟ جمعيات علاش احنا ما عادش نبوها الجمعيات؟ قلنا نبو فلوس في يدينا. فلوسنا نبوهم في يدينا ناخذ رفع الدعم. اخر دعم سنه 2015 اللي دفعها المقبور على اساس المؤتمر قرر 100 دينار و150 على اساس المواطن بتاع السلعه التمويليه.
فهذول لازم منهم صديقي كبير ومجلس النواب والاول الاسلام بعد رجال الاعمال الثاني في عهد النظام السابق قالوا المشكله هذه ولم طلع اطواد العهده وقال كذا وكذا ما فيش قال بسوي لكم وفيه قطريين واخوان طلع كذب وانا بناء على كلام السيده روح اسمها سميره الفرجان تاع شؤون الاجتماعيه وانا قلت لها هات ما يثبت انت المهم كل فرحه يبغى يرد السلعه التموينيه المخالف اللي في الجمعيات واللي في المصارف وفي الاقتصاد لانه شنو في بزنسه ما شاء تو ليش شو الفائده منها ردوا الجمعيات ما في سيوله قاعد نفس لان اعطينا قبل قانون صاحب الجمعيه انه يسحب السباسه يتم 15 يوم كان جالس في المواطن وفحها يبيعها نفس الكلام قاعدين لان في سيوله بالعاني ردوها بالعاني ردوا الكلام هذا بالشيخ مبور والحين ضمن فيها فيها الصديق الكبير والسراج والصداق ومصطفى العمره والرجال الاعمال كانوا يقسموا بعضهم في الدولار وكل شيء والليبي قاعد كما هو نأيد كلام الاخت اللي تكلمت اول وحده نأيدها ولكن الشعب راجل في انه في سبات شكرا العبوديه الشعب نعم. الليبي شكرا اللي بعد منه يبي العبوديه شكرا ما فيش يتحرك ما فيش نعم. يتكلم شكرا عليكم شكرا جزيلا لك شريف من الخمس على هذه المداخلة شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين ما زلنا متواصلون لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا هناك ترويج لسرقة كبيرة تتمثل في مجموع عقدين 29 مليار لابد أن نتبع تراتيب اتفقنا على جملة من التراتيب وتتخذ من التدابير جملة من الضوابط والتراتيب ترتيبات وبترتيب ترتيبا على جملة من الترتيبات نحن الآن هيأنا كافة الترتيبات كافة الخطط تم استهدافي في يوم الثلاثاء القبل الماضي بناء على تجميدي لقيمة 17 مليار دينار وعقد آخر ل 12 مليار كانت حكومة زيدان كافة الخطط كانت حكومة زيدان تسعى إلى تنفيذ أو توقيع هذه العقود مع شركة بي إف آي الصينية الإنجليزية ولكن لم يسعفها الوقت فأوكلت هذه المهمة إلى حكومة الثني حيث علمت من مصادرنا الخاصة أن هناك ترويج لسرقة كبيرة تتمثل في مجموع عقدين 29 مليار نحن الآن هيأنا كافة الترتيبات كافة الخطط لسرقة كبيرة أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا ومرة أخرى في حلقة نتحدث فيها حول الاعتمادات المصرفية من المستفيد منها نستقبل مفتاح من بغازي السلام عليكم مفتاح السلام عليكم أبو علي من طرابلس السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بك تحياتي أخي عبد الرحمن أهلا وسهلا بك أبو علي تفضل حبك في الله عبد الرحمن حبك الله ربي يحفظك ولاد عبد الرحمن زيك انت بارك الله فيك الله يكرمك ربي يحفظك سالم منور الشاشة دائما رجل محترم رجل طيب بارك الله فيك تفضل بالله يا اخوي عبد الرحمن الاعتمادات الاعتمادات شنو استفدنا الشعب الليبي من 2011 تو يوهب في المصارف والله يصلي الفجر ونقعد من عتلب حتى تو ما خلصت يا اخوي وفي فلوس يا عبد الرحمن في فلوس ولا أولا مزينا ضاربين واحد برصاص في مصر في السبعة الجمهورية من قبل بجديدة حول أخوة الله بالله قلت أنا بمرتبة والله قاعدين جماعة والله قسم بالله يحلف وجماعة يقول اللي توا جابوا المرتبات بنزينة غاز كهرباء خيرنا احنا سبحان الله احنا درنا ثورة للخير ولا درنا نديتر التالي لا يغير لا قوم حتى يغيروا انفسهم ما في قدام في 7 سنين صح لكن احنا لازم نتغيروا احنا لازم نتغيروا لازم الحكومة تتقي الله لازم كل حد ماشي على رجليه ولا ماشي سيارة لازم يتغير الابتسامة تكون على وجه ليبي في ليبي في نهاية مسلم حتى مش مسلم ليبي في ليبي سبحان الله ولكن ما نتغيروش ونرجع الى الله سبحانه وتعالى قسما بالله اسوء نبوا احنا ما نبوا شيء ما نبوش زيادة يا أخوي عبد الرحمن نبو مرتبنا في شهر ما نبوش اعتمادات ما نبوش الدولار في ناس خلصوا الدولار حتى صرفوا وسافروا وإحنا هنا تو أولاد وشاهد الراجع قال لي ورق نقصات والله ورقي ما نقصات يا عبد الرحمن
نعم شكرا. ويتقوا الله في انفسهم الحكومه هي الحكومه لازم تتغير هي تغير كلها تغير والله النظام قاعد يحكم صح التخفيفات لكن قاعدين النظام تاعه قاعد يحكم سبحان الله والله في المفروض يقول لك انت اخبر انت تملك مخطط لها سبحان الله انتكم ليش نبغاها كلمه الطحلب والجرد في النهايه نبيين كنا احنا وكل ما نديروا الشيش والشرطه ونديروا بلديه تلوت ورب العزه قسم بالمعقول الغاز 45 زي اخوي عبد الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله والله 45 زي وما فيش بكل وكان في بالسبان اليوم مشينا من الصبح من الصبح للساعه لتو كيف روحت قال ما صارش ما دامش قاعد والله يوزع 20 بمب باقي دسه يبيع فيه بخمسه بسته جنيه كيف يتغير الانسان واكل ما يغيرش من نفسه كنا نغيره احنا كنا نتغيره وربي يحفظك اخوي عبد الرحمن شكرا جزيلا لك تحياتنا لك شكرا جزيلا لك إذا هذا صورة من واقع يتحدث عنه أبو علي لكل من يستمع هذا واقع مرير يجب نقل أنفسنا من فكرة أننا يعني في مرحلة ثورة إلى مرحلة بناء حقيقية وتغيير أنفس لأن الثورة هي ثورة على مبادئ فاسدة لتغيير مبادئ جيدة بنت فبراير السلام عليكم بنت فبراير من جدابي السلام عليكم احمد من مصرات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شو حالك يا سامي عبد الرحمن اهلا وسهلا بك احمد تفضل تحيه لك والطاقم الفني وقناه ترسح اهلا وسهلا بك ولك التحيه ان شاء الله برنامجكم اليوم على اعتمادات المصرفيه نعم باذن الله تفضل بارك الله فيك ليبيا واضح فيها كل شيء يا سامي عبد الرحمن كلام المشاهدين اعتمادات مصرفيه ياخذوا فيها تجار بأشكال أنواع رؤساء أموال شباب صغار ديروا رق وامشي مصرف ليبيا المركزي يعطوك اعتماد وامشي بزعق ووصرف وجيب اللي بتجيب حاويات فضيات حاويات مليان برويض يعني استنزاف للثروات ليبيا وسرقة جهارا نهارا وواضح كل شيء ما فيش حاجة متدرقة يعني الحل شنو الحل المواطن المتملح اللي واقف قدام المصرف كان ما يطلعوش مظاهرات في ميدان الشهداء صبح عشية ليل نهار 10 أيام شهر كامل لا يوجد حل اقتصاديا سياسيا اجتماعيا المواطن اللي هو ضروري الكلمة الأولى والأخيرة الحل ليبيا والباقي كله دوا فاضية ما رجوش راوا اجتماعات تونس حل منهم لاقتصاد ليبيا ولا لحكم ليبيا ولا لسياسة ليبيا والله كذب كله والله المواطن الكلام على المواطن النخبة ضروري التحرك وتحرك الشعب القانونية اتحادات الطلبة الشباب المواطنين المتملحين يطلعوا في مظاهرات سلمية ضد الفساد ضد السرقة ضد السحر المنافقين وإن شاء الله ربي هني البلاد وإن شاء الله ربي صالح وهذا ما عندي منقول المواطن الكل على المواطن المواطن ضروري ما يطلع الكلام على النخبة اتحادات الطلبة المنظمات المجتمع المدني مع انها مخترقه لكن ربي يهديهم وان شاء الله يحركوا المواطن كلام كله عليهم حتى هم عليهم عبء كبير على الفساد اللي يصير في البلاد نعم وان شاء الله موفقين وبارك الله في القناه جزيلا لك احمد من مصراتة عبد الله من طرابلس السلام عليكم السلام ورحمه الله خير استاذ عبد الرحمن اهلا وسهلا بك عبد الله ان شاء الله بارك الله فيك بخير ان شاء الله تفضل والله هو المشاكل كلها اللي صايره والله كلها من البرلمان نعم البرلمان الاخضر هذا هرب مشيخ هرب وغادي في اللي تبرق وتو قاعدين متمسكين تو حتى تو اللي صاير تو من راح تونس وما يبوش لا طالع السيباني هذا بتاع السيباني بتاع تورغ هذا المرسحين النايب سجاش ما يتكلمش على المواطن المسكين احنا بنوصل لحل خلي الناس يا راجل تعيش احنا عندنا معده معينه خلاص هم الجيش يبوا يماطلوا باش يقعدوا لكل فترة أكثر وأكثر ويتمادوا يا ويلكم من ربي عيش ما شئت فأنك ميت في حاسة الدنيا هواء هذه والله هواء حرم عليكم تبكوا تخلونا في الناس النوحين مساكين في المصارف وهي ما تمسود وانت الدنيا الزيت احنا كنا جاني كنا فيك طعم في الزيت باي نعم كنا احنا الزيت احنا نسبة الجيش وانا نعرف اللي في الجيش قداش والنسبة اللي في الجيش في المنطقة الغربية 8% وهم عندهم 10% ايش تكلم علي يا راجل من احنا حتى نسبتكم مليون في المنطقة الشرقية مليون فقط احنا 3 مليون المنطقة الغربية نعم كنا احنا نبي الجيش كنا مع الجيش كنا احنا نبوا في دال الوطن
يفكونا من يتكلموا برا، والله ما يقدر واحد يقول بغ ولا يجبد يقدر حفتر، وكلهم هم اللي بالقراويتهم اللي في البرلمان، والله يا استاذ عبد الله ما يقدروا، هذا وركي هذا والوكي، والله المفروض حفتر يرفعوا حفتر ويديروا يرفعوه ويقعدوا على المجلس الرئاسي ولا على يا حفظ رياسة، هذوك والله ما عندهم حاجة ولا يقدر يتكلم، والله يا سعد الميدي ما عندهم حاجة البرلمان ولا يقدر يقول بغ، والله ما يقدر يقول يتكلم، والله العظيم نحلفكم بالله اللي أغلى مني منكم. نعم البرلمان لا عنده شيء. شكرا والله ما عنده حاجة يا أخوي عبد الرحمن، هذا كلهم يقولوا هكي ويسمعوا في الأول ويضيعوا في الوقت وفي الفنادق ويمشوا يماطلوا ماذا بهم كل شكرا جزيلا لك عبد الله من طرابلس. صعب ان شاء الله يحرق تنس لافطيه يا راجل تنس تعجيل الصالح، اولا اول ما قمنا الثوره احنا قمنا بالثوره بس يد معمر. نعم شكرا شكرا لك عبد الله من طرابلس على هذه المداخله. صالح من القبه السلام عليكم. الله اهلا وسهلا بك صالح، نتحدث حول الاعتمادات المصرفيه، من المستفيد منها تفضل. المستفيدين منها الاخوان. جميل. نعم قطعت المكالمة على صالح من القبة، حاول أن تتصل بنا مرة أخرى. إذن أعزائي المشاهدين نتحدث حول موضوع الاعتمادات المصرفية، لماذا تعطى هذه الاعتمادات المصرفية ومع ذلك تجد السوق في حالة ارتفاع، المواطن لا يستطيع أن يشتري البضائع وربما يتهافى ويجتمع ويحدث الطوابير من أجل البضائع التي وضعت لها اعتمادات، مع أن عدد الاعتمادات هائل وكبير جدا إلى أن المواطن الآن يشعر بالجوع. عبد الله من مصرات السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك عبد الله تفضل. تحياتي لك استاذ عبد الرحمن وللاستاذ اللي استقبل مكالمتي ورسالتي هذه المحطه الموقره داخلها وخارجها ولكل مخلص لهذا الوطن الحبيب الغالي والخزي واللعنه على كل بائع لهذا الوطن الغالي. نعم تفضل. استاذ عبد الرحمن. نعم. انا والله سبق ان تقدمت هنا في اذاعتين محليات المصراته. قلت لهم انا فلوس ما عنديش، لكن عندي من يثق فيا ويعطيني فلوس باش يستفيد. مستعد مصرفي المركزي يا سراج اعطوني اي قيمه حتى بالملايين واي حاجه مواد غذائيه بتجيبوها مستعد نفع اعطوني اعتماد اعطوني اعتماد بس نجيبها لكم وعلى الطاوله اتفاقنا يكون على الطاوله اعطوني نجيب لكم مش 10% نجيب 94% نجيب 200 دولارات لا نجيب لكم ب 80% بضاعه و10% و20% اعطوه لي دول نجيبها نبيع دولارات في السوق الليبي وما ندوخ خمش لا نطلع لا تسعيره ولا دوشه ولا واحده، البضاعه اللي تجي دليل على فساد الاداره الموجوده في البلاد، البضاعه اللي تجي 80% هذه مستعده نوزعها مجانا، مش بسعر تكلفه، نوزعها مجانا وعارف ان 20% الباقيه حتغطي لي مصاريفي وحتزيد لي مكسب، المكسب اللي انا ومكسب لصاحب راس المال، انا متاكد منه. يا استاذ عبد الرحمن. نعم. انا سبق ان تقدمت بحل زمان قديم من لي اشهر ولا اعرف وراه الحل انا من طبعا هو من عندي لكن عارف ان دهاقنا في مصرف ليبيا المركزي وفي دكاتره في الاقتصاد يعرفوه قبل الحل هذا لكن ما يساعدهمش ما يبوش يديروه ونتحداهم انهم يديروا الحل هذا وهذا فيه الحل الوحيد لما تقل العمله الصعبه لما تكون العمله الصعبه تزداد صعوبه فما فيش الا الحل هذا يا استاذ عبد الرحمن. نعم انت قديش بتخصص الاستيراد بصفه عامه؟ الاستيراد بصفه عامه بتخصص 16 مليار في العام اعطي كل واحنا 6 مليون ولا لا اعطي كل مواطن 2000 دولار حط خصم 6 مليار اعطي لكل مواطن 1000 دولار المواطن في هذه الحاله ما دام اعطيته دولار ما عادش يفرق عنده الدولار حيبيعه في السوق السوداء حيجيبه ببضاعه اللي هو بايع الدولار اصلا بسعر غالي اشتري البضاعه بسعر غالي ما يضرهاش لان بايع الدولار بسعر غالي فهذا هو الحل الوحيد وما فيش حل غيره واي واحد يشك في الحل هذا يناقشني في اي نقطه فيه ومستعد نتناقش انا واي اكبر دكتور في الاقتصاد. نعم شكرا جزيلا لك استاذ عبد الله من مصراته. مفتاح من بنغازي السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك استاذ مفتاح. تحيه طيبه لك سيدي وشكرا للكنترول على يعني على استحسن استقبالي. نعم. اولا استاذ عبد الرحمن. نعم. القطاع المصرفي يوجد الفساد للاسف الشديد ولكن انا عندي ثقه في النائب العام خاصه بعد التصريحات الاخيره وكشف على الجرائم في ليبيا عندي ثقه في النائب العام الفاسدين كل المصريين يسجن ان شاء الله ولكن الخير على ليبيا ان شاء الله نعم. خاصه بدايه قضانا في خير
والنائب العام اشتغل باحترافيه كامله نفخروا به، نحن ترى الليبي الان نفخروا به خاصه بعد الجرائم الاخيره، وحتى ان شاء الله القطاع المغربي اللي شبك للفساد. نعم للاسف الشديد يعني مع احترامي لدعم العاملين في القطاع المغربي. نعم شكرا جزيلا لك مفتاح من بنغازي. ننوه انا يعني هذه الحلقة من أجل أن يدلي فيها المواطن برأيه حول هذه المستندات المصرفية وحول يعني مدى استفادته من ما يعطى للمواطن التاجر الليبي الذي تعطيه الدولة مبلغ من المال ليشتري به بضاعة يستفيد منها المجتمع، فأين تذهب هذه البضائع الهائلة وهذه الأرقام الفلكية من داخل المصرف المركزي وليس فيه أي جهة تراقب مردود ما يقوم به التاجر أو من استلم هذه المستندات المصرفية أو هذه الاعتمادات. عمر من الريينة، السلام عليكم. سلام خير استاذي، شو حالك؟ اهلا وسهلا بك. باهي شنو الجو؟ باهي بخير الحمد لله. الموضوع نعم نسمعك عمر. استاذ نعم ال كنت بتناقش تقولوا فلوس كيف مش عارف يجيبوا اعتمادات كيف مش عارف شنو هي شنو الدولة هي كلها 6 مليون والله حق صالح غنم يمشي يتم لها امورها واجراءاتها. نعم باش تعرف ان الموضوع من امريكا ومن الدول الكبيرة هي باهي انت تبيع في مليون برميل بالليبي هيك تبيع بمليون برميل وعندك غاز وعندك مصدر الحديد والصلب وعندك الجمارك وعندك كل دوله كلها امورها مسدسه باهي الدولار ب 8 جنيه 8 ونص اذا هذه كذوبه هي ما فيش ب 8 ونص مقصوده الامريكان حاطين هيك باش تربح انت لما تقول انهم شعب مجانين كل يوم دايرين 14 مليار على بعض من جهته فازمه دايرين البرنامج هو باش نحن نرمخوا لاي راي بهم الامريكان والانجليز هيك خذها من الاخير هذه نقطه تاع الفلوس بعدين المرتبات يعني معقوله سيولي يا راجل نحن سنه كامله انا مرتبي ما خذيتهاش كامل سنه كامله ما خذيتش شهر واحد نعم من العيد اعطينا 300 جنيه باهي وبعدين استاذ عبد الرحمن انت المفروض تخلي روحك طبيعي اي واحد يقول خبر تتقبله خليه مش حريه قول ناقش اي واحد تذكر واحد قال كلمه انا ضبطها الناس كل ضبطوها قول له شنو تفضل شنو ليش قال الكلمه هي ناقش فيها بالك على حق الناس يا عمار مرات هي غلط نقولوا غلط حتى تبروا نقول غلطين لكن تسكر عليه ويقول قطعت الاتصال مش كويسه يعني الناس الكل بيقولوا استاذ عبد الرحمن نعم. هو عموما أردفت كلمة فيما بعد وقلت له يمكنك الاتصال مرة أخرى لو ركزت على هذه النقطة أستاذ أبو عمر وشكرا جزيلا لك على هذه المكالمة. أبو حريق السلام عليكم. تحية طيبة لك يا أخ عبد الحضان وكافة خلف الكنترول لك التحية تفضل. لا شك أن الموضوع حساس عندما نرى هذه الأموال الطائلة في ليبيا كأن مال حرام من أهل كاتوري كانوا القروض وهالاعتمادات ياخذوا فيها اجانب مصريه سودين ودايرين البطائق مجتوزه واهل الرزق واهل الوطن واهل الشرف والكرامه اللي جاهدوا ضد الطليان وحاربوا واهل البلاد الحقيقيين من ذلين حتى يومنا هذا. ما هو الخلل؟ جاء المجرم مصطفى عبد الجليل وانهك البلاد في هذه السرقه والميليشيات وحاربوا من البطون المتنفخه من النظام السابق بالمليارات. على ذكر منهم احمد قذافي الدم اللي ذهب اخيرا قالنا مصري 180 مليار استثمارات اموال ليبيا وين الخلل؟ وعندما يقوموا بالتحرير ونرى هذه الميليشيات والعصابات ما بوالحاج من الطيران وهالملايين وهذا من يعرف الفرق اللي هذيك المرت في صبراق اللي زلها الناس يهرب فلاجانب هالسراق اللي صاروا نحن مواطنين كفحنا ونظلنا حتى يفوت المعيشه اليومي ما يقول لنا ولاطفالنا. ما هو الخلل ما هو السبب في هذه العناصر السيئه منذ العهد المقبور الى يومنا هذا؟ نعم يصح الله الحال بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. محمد بن غريان السلام عليكم. محمد بن غريان تفضل. محمد بن غريان السلام عليكم.
يبدو أن الخط انقطع مع محمد بن غريان. إذن كان معي في بداية هذه الحلقة مفتاح بن حليم مهتم بالشأن الاقتصادي وحدثنا حول كيفية أن يستلم المواطن الاعتماد المصرفي ويتعهد بتقديم الفائدة لصالح المواطن الليبي بصفة عامة ثم يأخذ يعني جزءا من الأرباح بهذه الطريقة البسيطة يعني نشرحها كيفية الاعتمادات. لكن من يأخذ هذه الاعتمادات هم في الأصل تجار. ما يحصل أن التاجر يأخذ الاعتماد ولكن لا يأتي بالفائدة منه لصالح المواطن وإنما يأتي بارتفاع أسعار المواد الغذائية أسعار كل الحاجيات الأساسية للمواطن الليبي. والآن الأمر بإنهاء الاعتمادات أو رفع الاعتماد عن البنزين أيضا. معنا محمد. السلام عليكم. عفوا صقر من غريان. السلام عليكم. الاعتماد عن البنزين أيضا. معنا محمد. السلام عليكم. صقر من غريان. السلام عليكم. حاول أن تسمعني من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شن حالك يا أخوي عبد الرحمن؟ بخير الحمد لله. يا أخوي عبد الرحمن الفساد بالنسبة للاعتمادات ما يعطوش فائدة لأي شخص الاعتمادات. الاعتمادات هذه يشوفها الفساد يعني يأخذوا إجماع الفساد اللي خاصة في المصارف وبالذات مصرفي مركزي ومصارف التجارية يعطوا فائدة لازم تعطي نسبة. في الموظفين والله ما تاخذ اعتماد الا ما تدفع زوج مليون ثلاثة مليون للموظفين باش يعطيك الاعتماد هذايا. نعم. وبعدين يا اخوي انا ما عمري سمعت واحد يتكلم على بالنسبه للايرادات ليبيا النفط. ما فيش واحد يتكلم عليه من ليبيا. هذا مجمع من ليبيا نتاع غاز. هذا مش 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 فيه ايرادات. عمرك سمعت واحد يقول النفط النفط هذا من ليبيا؟ هذا مش 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 غاز. في دول عايشه بالغاز في دول ما عندهاش نفط عايشه على الغاز. ما فيش واحد يتكلم عن مليتها ولا قال ايرادات الغاز قداش خمس. وبعدين شركه لبيانا والمدرسه هذه مش للدوله. عمري سمعت واحد يتكلم قداش دخل الشركات هذه وين يمشي فلوسها شركه المدار ولبيانا وين يمشي الدخل نتاعها ومجمع وكماش للكيماويات وين يمشي هذا وين يمشي على حد على حد دوله ما نعرفناش والله ما عرفنا ماشي ما عرفنا. والفساد حتى في ديوان المحاسبه وحتى في في كل شيء الفساد. نعم. والله 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 خساره الناس اللي راحت وخساره والله خساره غير الشهداء والناس اللي راحت وخلاص. شكرا والله 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 الفساد تو حتى جزيلا حتى قبل ما هناك. شكرا جزيلا لك صقر من غريان على هذه المداخله. نستقبل سعاد من بنغازي. السلام عليكم سعاد من بنغازي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك سعاد. نتحدث حول الاعتمادات المصرفيه. من المستفيد منها تفضلي؟ نعم نتحدث حول الاعتمادات المصرفيه. من المستفيد منها تفضلي؟ والله احنا بنغازي متريشين ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله. نحن لا نتحدث عن الشان الامني او الاقتصادي لمدينه بنغازي وانما نتحدث عن الشان العام. من المستفيد من الاعتمادات؟ هذا هو سؤالنا. كيف يعني والله انا مش قال لي كويس يعني انا كيف مش نقول لك شنو؟ نعم نحن نتحدث يعني عن التجار الذين ياخذون الاعتمادات من الدولة ويأتون ببضائع من خارج ليبيا للدولة. ما يعني هل يعني يقومون بتزوير هذه الاعتمادات ولا يأتون ببضاعة يعني تدخل لليبيا؟ لا غلطانين نعم. في الحاجة هذه شغله بالله كلمة حق. نعم. وهذا ما نتحدث عنه في هذه الأمور. نعم. شكرا لك أستاذ سعاد من بنغازي على ما تفضلت به. إذا أعزائي المشاهدين ما زلنا معكم في هذه الحلقة نتحدث عن الاعتمادات المصرفية. قد كان معي في بداية هذه الحلقة الأستاذ مفتاح بن حليم وغالب من اتصل بنا كان رأيه حول هذه الاعتمادات أنها لم تفد المواطن تقريبا ولم يستفد المواطن شيء من هذه الاعتمادات رغم يعني عدد هذه الاعتمادات التي تسلم للتجار وللمسؤولين إلا أنها تسرق وليس هناك جهاز رقابي يتابع سير عملية الاعتماد وحتى أنه في بعض الحالات وجدوا أن البضاعة التي وعد بها التاجر لم تأتي وإنما أتى في مكانها تراب وماء وغيرها من الأشياء التي وجدت داخل الحاويات التي من المفترض أنها تحمل
بضاعة. هذا هو الإشكال الحقيقي، أن ينتشر الفساد وأن يكون الفساد يعني منظما ولا يستفيد المواطن الليبي منه شيئا، ثم يأتي المواطن الليبي ليسأل عن راتبه الذي هو لا يتجاوز قيمته 100 دولار بالدولار، وهو يعني لا يتجاوز 600 دينار ولا يتجاوز أحيانا 400 دينار كما ذكر أحد المتصلين في هذه الحلقة. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إنهاء هذا الفساد المنتشر والمتفشي داخل المجتمع وداخل الوطن. إلى حلقة أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.